الأول من أيار هو يوم العمال العالمي، يوم الاحتفالات العمالية المختلفة لإحياء ذكرى النضال من أجل 8 ساعات عمل في اليوم وبدون استغلال المشغلين. لكن هاي السنة يوم العمال هو يوم كئيب جداً ومش بالضبط احتفالي. أزمة الكورونا اللي خلقت واقع جديد في سوق العمل وسكرت مصالح تجارية وضربت البورصات العالمية وأغلقت المصانع وشلت الحركة الاقتصادية بكل العالم سببت لزيادة هائلة في عدد العاطلين والعاطلات عن العمل. وبحسب التحليلات الاقتصادية سوق العمل بعد الكورونا رح يختلف بشكل كبير عن السابق، مش بس من ناحية الرواتب والمنافسة وشروط العمل، إلا كمان رح يزداد سوء بالمساواة الجندرية بين الرجل والمرأة. المشغلين بفترة ما بعد الكورونا في الطريق للانتعاش الاقتصادي رح يفضلوا تشغيل الرجل أكثر من المرأة، لأنه بهاي الفترة رح تتاخذ معايير صلبة وشرعية بالنسبة لسوق العمل اللي رح يرجع للحياة. الأسباب لتفضيل الرجل هي كثيرة، منها إنه على الأغلب بيوقع على عاتق المرأة تربية الأطفال ورعايتهم أكثر من الرجل، أو إنجاب الأطفال والخروج لإجازة الولادة. للأسف بفترة ما بعد الكورونا سوق العمل مش رح يكون عادل ومنصف بحق المرأة، ولكن نتمنى من المشغلين التعامل مع العمال على أساس مهني فقط، ونمحي شوية صور نمطية اللي بتتوارث وبتتطبق بسوق العمل بأول ثغرة خارقة لقوانين المساواة والعدالة الاجتماعية. وبالنسبة ليوم العمال اللي شعاره يا عمال العالم اتحدوا، اتحدوا وما تشاركوا بالتمييز ضد أي شخص بأماكن العمل اللي بحاجة لكل أطيافه وأجناسه وهاماته، خاصة بعد أزمة تاريخية اللي ألقت بظلالها على كل مجالات الحياة.